إنه ليس تمساحا عاديا، إنه تمساح بيلوبونغ كينغ، وهو ذكر يبلغ طوله 5 أمتار ونصفا، متمرس في المعارك ويسيطر على هذه المياه. لا تدعوا مظهرها يغشكم. شايفين الجمدان يا جدعان؟ شغل فاخر من الآخر. وحشتوني يا جدعان، بكتير قوي ما صورتش فيديو بالعرض، بقى كل الفيديوهات تقريبا بتاعتي بصورها بالطول. فقلت بقى ما اعمل ايه اما شاير معاكو الريسيبي الفشيخة. انا بقى جدعان انا هعمل لكم النهاردة دبل تشيز برجر بالبيض وعليه الصوص الفشيخ بتاعي. الوصفة دي موجودة بالظبط في الكتاب، وريلكوا الصياغة بتاعت الكتاب برضو عاملة ازاي عشان تبقوا ان شاء الله فاهمين الدنيا هتبقى ماشية ازاي. السلام عليكم، ازيكم شباب؟ اهلا بيكم في فيديو النهارده. معاكم ميجو، ده ميجو فيات فمتك في البيت. لو دي اول مره تشوفني فيها، انا اسمي ماجد، انا بتمرن في البيت بقالي اكتر من 10 سنين. هدفي من القناه دي ان افيدك باي حاجه بتعلمها، اتعلمتها او لسه هتعلمها لقدام. وده يا عزيزي المشاهد بيكون من خلال حاجات كتيره قوي. التمارين اللي بعملها، الهيلثي ريسيبيز او الوصفات الصحيه اللي انا هعملها زي التشيز برجر اللي انا هعمله كمان شويه ده، الفلوجز اللي بصورها، الريفيوز اللي بنعملها على افلام مارفل او دي سي او اي حدث فايرال حوالين العالم. فلو بتحب اي حاجه من الكلام ده ما تنساش تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيه عشان ما انزل لك فيديو يوصلك شعور ان انا نزلت لك فيديو. واهم بقى من كل الكلام ده، تسيب كومنت تحت الفيديو وتديني لايك عشان تحفزني ان انا انزل فيديوهات اكتر واكتر يا جدعان، عشان الواحد بجد حاسس ان هو في ديبريشن او في يأس شديد جدا. لان عايز اقول لكم الفيوهات بقت في الزلاشه خالص الصراحه. فحفزوني احفزكم، شخلوني اشخلعكم. كفايه رغي، يلا بينا نبتدي في الفيديو بتاع النهارده. طيب صلي ونسلم بقى كده بينا على النبي. المفروض تجيب حته لحمه من وش الفخده عشان يبقى فيها دسم او دهون اقل، بس انا الصلاة على النبي جبت حتة كلها دهون، فطبعا طلعت عيني في التقطيع زي ما انتوا شايفين. دايما في اي شغلانة في الدنيا لازم تلاقي الورك اراوندز او الحلول، اللي هو قالك الجيش اتصرف. بالظبط انا بعمل كده. شفيت اللحمة زي ما انتوا شايفين، وطبعا حاولت اطلع منها الدهون بقدر المستطاع. جبت بصلاية وبعد كده قشرتها، وبعد كده ابتديت اقطعها بالطول وبعد كده بالعرض زي ما انتوا شايفين. شاف بقى، وبعد كده بتقطعها مربعات. طبعا ما خدتش الكمية كلها، خدت بس نص البصل. كب او في بلندر بتنزل بالمكونات ديت مع ملح وشويه فلفل، وممكن تخلي الملح والفلفل للحمه على النار وبتضربهم مع بعض. اللي مشافش الفيديو بتاع الزبده، انا بستخدم زبده يا جماعه، وكل الكميه اللي انت تشوفوها في الفيديو ديت 10 جرام، بس انا مقسمها لثلاث تقسيمات. اول تقسيمه للجزئيه اللي انا هستخدمها مع اللحمه، بتطلع كوره لحمه كده. الكميه دي تقريبا كانت 150 200 جرام او اقل، لا تقريبا 150 جرام. بتكورها زي ما انت شايف، وبعد كده بتضغط عليها. المفروض طبعا دي بيبقى ليها حاجة زي بتاعت المحارة كده عشان تضغط على البرجراية فتبقى فلات. اهم حاجة ان البرجراية او النار اللي على البرجر تكون عالية جدا علشان ما تبقاش زي فردة الشبشب. وبعد كده تنزل بالجبنة الموتزاريلا وتحط شوية ماء زي ما انت شايف وتغطيها بالطبق. دي تريكات وحركات علشان البرجر يبقى طري وفي نفس الوقت الجبنة اللي عليها تسيح. بصوا يا جدعان البرجرايه شكلها عامله ازاي، والجبنه الموتزاريلا شكلها عامله ازاي. طبعا انت ممكن تجيب اي جبنه لايت، بريزدون لايت، ولا اللي هي بتاعت البرجر اللي بتحط على التشيز برجر اللي هي مربعات دي، بس انا لقيت الواحده ب 40 جنيه، فقلت حرام انا كده ما باكلهاش يعني، فمش ناقص عادي استخدم موتزاريلا. انا عندي موتزاريلا بالعبيط وفي نفس الوقت بحبها. خلصنا من اللحمه بقى، نخش على التوبكس. هنبتدي هنا في وصفه طبعا بتاعت الكتاب ديت، انا كنت عاملها ببيضه واحده بس كامله، انما انا هنا في اليوم ده كنت محتاج كميه بروتين عاليه، فاستخدمت 4 بيض وبيضه كامله على حسب الاحتياج بتاعك. نص الجزء الثاني بتاع الزبده تقريبا، دي حوالي 3 جرام، بتمشيها على الطاسه كده عشان تسيح الدنيا. وطبعا اهم نقطه تخلف العقل، نسيت انزل البيض على النار واوريه لكم. المهم بتعمل الصوص، تحط الموتزاريلا، تحط الزبادي، بعد كده الكاتشب، بعد كده المستردة، شوية ملح وفلفل، وبعد كده بتقطع بصلة صغيرة. ممكن تستخدم هالبينو اللي هو المخلل دوت، هيديها كيك بنت لعيبة، بس انا طبعا ما كانش عندي هالبينو للأسف. بصوا انت بتقطعه يا جماعة، حاول تخلي صباعك الكبير هو المتصدر، مش الصباع الكبير، الصباع الطويل هو المتصدر، والضوافر هي المتصدرة عشان لو لا قدر الله حاجة هتطير الضوافر هو اللي يتصدر. بعد كده تنزل عليها لحسة ليمونة، وهنبتدي ميكس كل حاجة مع بعض. هيبقى صوص محترم زي ما قلت لكم. لو عايز تحط بيكلز أو مخلل هيديها كيك محترمة جدا جدا جدا. نروح نبص على البيض. طبعا الأومليت زي ما انتم شايفين خلاص كان استوى، قلبناه على الناحية التانية وادينا له شيك كده لأنها زي الفل. هننزل بطاسة الجريل تاني بقى عشان نحمر الإيه التوست بتاعنا، أو مش التوست، البانز بتاعتنا.
البانز او عيش الكايزر ده من الفرن عادي جدا، بس طبعا انا طبعا وزنه لان انا ما لقيتش بتاع ريتش بيك. بتاع ريتش بيك على فكره برضو فيه سكر وفيه خل وفيه زيت وفيه زيوت مهدرجه وفيه كل حاجه، فده زي ورك اراوند بعمله كده لما بحاول اقلل الكالوريز شويه ممكن تنخور فيها بحيث ان الكالوريز او الوزن يقل وبالتالي السرعه. بصوا يا جدعان شكلها بقى عامله ازاي، نبتدي نعمل بيلد بقى ايه للبرجر بتاعنا. بصوا التركايه، لازم تقطع الطماطمايه بالحذاء بتاع الفتحه بتاعتها او الراس بتاعتها، لو قطعتها بالعرض او الناحيه التانية الجوسز اللي فيها كلها هتقع وهتبقى فاضيه، ومش هو ده اللي احنا عايزينه طبعا. احنا عايزين المنظر الجمالي قبل اي حاجه، شايفين محتفظه برونقها وبجمالها ازاي. بعد كده البصله ديت مش هناخد منها، يعني مش هنقطع البصله، البصله هنخليها تقريبا هي هي بحيث ان هي تبقى زي الاونيون رينجز كده. بصوا بقى هننزل اول حاجه بالصوص على البرجر ونفردها بالراحه كده، ها لازم تبقى حنين. وبعدين يا باشا هننزل بالخصايه، خصايه الكابوتش، وبعد كده اللير الاولاني بتاع البرجر، وبعد كده البصل اللير التاني، الطماطميه، وبعد كده نحط بقى ايه الصوص. طبعا بغبائي هنا لو انتوا مش مركزين هتركزوا دلوقتي ان انا سقطت حاجه، وهتاخدوا بالكم ان انا سقطت حاجه مهمه جدا. بعد بقى ما اندمجت وقلت هو ده يا باشا المنظر ونصور بقى، كنت مبسوط قوي الصراحه قوي، المنظر كان تحفه يعني. حسيت ان في حاجه غريبه او في حاجه ناقصه. ايه بقى الحاجه الناقصه؟ البيض. نسيت البيض، فرحت جايب بقى ايه زي وعاء دائري كده عشان طبعا بقى المنظر الجمالي اهم من كل حاجه، ونقطع يا باشا بحيث ان هي تبقى دائريه الشكل ومنظرها كده ايه ابن ناس، ونحطها ما بين البرجرتين وصور يا باشا الجمال والحلاوه والاناقه والطعامه. نيجي بقى لأهم مرحلة، مرحلة الأكل. طبعا أنا كنت عامل 2 برجرز، البرجر الأولاني اللي هو المنظر الجميل ده، شايفين حتة الطماطمية اللي جنبها هنا، كنت خدتني مش عارف شوية المنظر مش عارف ليه يعني. وبعد كده قررت آكل بقى إيه البرجرات التانية أو الساندوتش التاني اللي أنا كنت منخوره من النص، كنت تقريبا مطلع منه وزن البرجر الواحدة يا جماعة 70 جرام، وزن البرجراية الواحدة لو هتشتريها من ريتش بيك حوالي 120-130 جرام. طبعا كل ده هي add up to the calories او كل ده سعرات زيادة، فزي ما قلت لكم انت لو عايز تقلل السعرات الحرارية عندك حل من اتنين، يا تشتري البنز او العيش بتاعك من الفرن عادي هتلاقيه اخف بكتير جدا 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 مش دنس، يا اما تشتري عادي ريتش بيك وممكن تنخور فيه زي ما انا وريت لكم كده، بتمسك السقف. ايه يا عم ايه يا عم الصلاة على النبي. تمسك البرجراية او العيش الكايزر وتقعد تنخور تشيل منه شوية عجينة من فوق ومن تحت وكل شوية توزن كل شوية توزن. طبعا انا السبعين جرام دي بتاعت العيش التاني اللي انا باكله دلوقتي ده خليتها 50 جرام، ليه؟ علشان كمية او الوزن بتاع العيش التوتال كله يبقى داخل من ضمن السعرات الحرارية بتاعتي، لان يا جماعة مش عايز اقول لكم ان البرجر او عيش الكايزر ده في كمية سعرات حرارية وفي كمية نشويات بالعبيط، طبعا بيضيفوا له سكر والفرن احيانا بيضيف له. هنا مش عارف كنت بتفرج على حاجات فضائيه. المهم فبيضيفوا له سكر وبيضيفوا له مارجرين وحاجات كده مهدرجه زي الزفت، ف يعني خلي بالكم من الكلام ده، يعني ممكن تدخله من ضمن سعراتك الحراريه ولكن يفضل مش كل يوم، انا بحب كده. طبعا لو ركزتوا هتلاقوني كلت في الفيديو ده بس البرجراي الاولاني، البرجراني البرجراي البرجراني البرجراي التانيه دي بقى انا كلتها في لايف معاكم، فكنت بقول لكم البرجرايه التانيه او الساندوتش التاني ده كنت اكلته معاكم في لايف على الانستجرام، وبعد كده طلعت معاكم على التيك توك. المهم يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم يا جماعه، ما تنسوش بعد اذنكم وتعملوا لايك وتتابعوني لو مش متابعيني، وسيبوا كومنت تحت الفيديو ده.